حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي. بعد التحية، كيف نقرأ اليوم هذا التقارب الاقتصادي بين الدوحة وطهران الذي ازداد بعد تهاوي اقتصاد قطر طبعا نتيجة إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ هل نحن فعلا أمام حلف شياطيني قطري إيراني لتوطين الإرهاب مرة أخرى في المنطقة؟ يبدو كذلك حقيقة. قطر اختارت أن تذهب إلى أكثر دول دعما للإرهاب، وربما هي على يعني في رأس دعم الإرهاب في العالم. لذلك هذا التحالف الاقتصادي كذلك يأتي استكمالا للعلاقات السابقة التي كانت بين قطر وطهران، وهو حقيقة خيار غير موفق أبدا. يعني نحن نقول دائما أن الوضع الطبيعي والمكان الطبيعي لقطر هو داخل مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لكن قطر بعنادها وإصرارها على موقفها فإنها تذهب إلى البعيد، تذهب إلى إيران، تذهب إلى من لا يكون معها أبدا، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا أمنيا كذلك. كل ما ستفعله إيران هو استغلال أكثر لقطر، استنزاف أكثر لقطر ولاقتصاد قطر وثرواتها. نعم، بالأمس وزير الخارجية الإيراني صرح بأن الوقت مناسب لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبين إيران. ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها وزير الخارجية الإيراني؟ الإيرانيين حقيقة يريدون أن يوحون لقطر أنهم أقرب إليها من دول الخليج، وهم بالنسبة لهم هذه فرصة مهمة جدا يجب أن يستغلونها. يعتقدون أن هناك استفادات وفوائد اقتصادية كثيرة سوف تجنيها إيران من خلال هذه الأزمة نتيجة ابتعاد قطر عن الدول العربية وتقاربها من إيران، وبالتالي هي لا تريد أن تخسر هذه الفرصة الاقتصادية التي ستساعدها كثيرا. لكن على المسؤولية كلها ليست على إيران فقط، إيران دولة يعني تتربص بالمنطقة وتتربص بأي مشكلة هنا. المشكلة في قطر التي لا تريد أن تستوعب من هم أصدقائها ومن هم أعدائها. هذه الإشكالية التي تعيشها قطر والتي يجب أن تخرج منها حتى تستطيع أن تخرج من أزمتها. من أبو ظبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي، شكرا جزيلا لك.